أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الذين آمنوا
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما سرا وعلانيا
وسخر لكم الفلك وسخر لكم الفلك وسخر لكم السماوات والأرض
الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الأنهار الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس
وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس
ربنا ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الحمد لله.
الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم مهطعين وأنذر الناس
وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم واحد القهار
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا Well, yeah.